مباراة كبيرة جدا، ألف مبروك. ألف مبروك النادي الأهلي وجماهيره وإدارته ولاعيبته وجهازه الفني. نشكر اللعيبة وبنشكر الأداء وبنشكر الرجولة اللي في الملعب الحقيقة. أثمرت عن 5 أهداف وده اللي إحنا اتكلمنا فيه قبل المباراة. أنا لعيبة الأهلي ضغطت على فرقة نادي الزمالك بيكشوا وما بيقدروا يفكروا ما يفكروش كويس، ما بالك بقى لما بيجي جون واثنين وثلاثة. فالحكايه بقت اصبحت حمراء زي ما انت قلت واهلاويه صرف في الشوط الاولاني، واتمنينا ان اول ما ننزل نجيب جول، ولكن مصطفى فتحي فاجئنا بجون جميل جدا الحقيقه. بقت 3-1 وردينا احنا بقى اجمل. ديانج عمل بعديها حلوه، مباراه كبيره جدا، مباراه حلوه قوي الحقيقه. احنا لولا عشان احنا مشدودين الاعصاب وعايزين المباراه تخلص 5-6 خدت بالك، وهيفي سكور فرصه ان فريق الزمالك بقى مجهود فردي، ما افتكرش ان ده مجهود خطوط او بقى مجهود فردي من اللعيبه جوه والهيبه، يعني بيلعبوا على الهيبه ان هم عايزين يبقى لهم وجود في الملعب. مهما انا تخيلت ومهما كلنا تخيلنا ان المباراه هتطلع بهذا الشكل، فدي حاجه جديده علينا. محدش كان يتوقع، محدش يتوقع النتيجه الكبيره دي الحقيقه. بالنسبه لك لما بتجيب 5 أهداف ده الريكورد بتاعك، ده اللي بيبقى في الذاكره وده بيبقى في التاريخ اللي احنا بنتكلم. ما بنقولش 5-3 بنقول 5. الاهلي كسب 5 النهارده. فانا الحقيقه مبهور، وان كان ليا بعض الملاحظات بعدين فنيات كده هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء.